من الجيزة لمحافظة أسوان اللي فيها إقبال كبير جدا سواء من المصريين أو السياح على معرض أيادي مصر للمنتجات التراثية والحرفية المقام في محافظة أسوان تحديدا، واللي بيشارك فيه أكثر من 11 مجموعة من العارضين من أكثر من 11 محافظة مختلفة، بيقدموا منتجات كتيرة زي السجاد اليدوي والكروشيه والخدف، يمكن أغلبها حرف كلها يدوية ومشغولات يدوية. وبسبب الإقبال الكبير اللي حدث منذ بداية المعرض تحديدا، قررت محافظة أسوان مد فترة المعرض لمدة يومين كمان النهاردة وبكرة. تعالوا نتابع التفاصيل من خلال هذا التقرير. إقبال كبير من الجمهور والأفواج السياحية الوافدة لمحافظة أسوان على معرض أيادي مصر للمنتجات التراثية واليدوية المقام بحديقة الشيراتون. يضم المعرض معروضات للسجاد اليدوي والكروشيه واللاسي والخزف ومشغولات خشبية، إضافة إلى الفخار والكليم والجلود والنحاس وشجر الموز وورد النيل. المعرض حقق رواجاً كبيراً للمنتجات اليدوية والتراثية بمشاركة 11 محافظة، وذلك بهدف توسيع مجالات التسويق والبيع للمنتجات اليدوية ذات الجودة العالية والمصنعة محلياً بشكل مباشر، وكذلك ترويجها على المستوى المحلي والعالمي عبر وسائل التواصل ومنصات التسوق الإلكتروني من أجل توفير فرص عمل جديدة للمرأة والشباب.